السلام عليكم. إذا كنت من محبي المنتخب الجزائري لايك للفيديو واشترك في القناة ليصلك كل جديد. إذن بعد التصريحات الخطيرة والكثير من الإشاعات، كشف التلفزيون التونسي حقيقة الساحر الكاميروني، وهذا بعد أن استضاف صحفي تونسي أخطر ساحر في الكاميرون في حصته التلفزيونية التي كشف فيها العديد من الأسرار الخطيرة، حيث قال أنه السبب في تعثر المنتخب الجزائري وخروجه من الدور الأول، وأنه يستطيع الدخول إلى الملعب دون أن يراه أحد ويغير النتيجة، وتوعد الجميع بأنه لن يفوز أي منتخب عربي بالكأس الإفريقية، وأنه سيفعل المستحيل لتفوز بها الكاميرون، ومن يقف في طريق منتخبه سيندم. كانت هذه أخطر تصريحاته، وفي نهاية الفيديو أريد أن أقول أنني نقلتها فقط، وأنا مسلم لا أؤمن بمثل هذه الخرافات، لأن إيماني بالله أكبر. صلوا على رسول الله. السلام عليكم.